الأول للثنايا قعدان الصباحي يستعد للانطلاقة والكلمة والمايك يتجول بين الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية بانطلاقة هذه الانطلاقة، وبالفترة الصباحية ينطلق هذا الشوط الأول للثنيان القعدان. المسافة هي 6 كيلومترات، أشواط السرعة والطفح، ينطلق بحفظ الله ورعايته مع أشواط الثنايا ومع انطلاقة ثاني أشواط هذا الانطلاق الصباحي. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة القوية. إذن انطلاقتنا مع مقدمة الشوط، السيارة التي رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط بهذا الانطلاق، المقدمة الصدارة والمنافسة. وهناك ناصي، ناصي وتعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، الذي يتواجد على المقدمة وعلى المركز الأول. للمركز الثاني هناك من يصل بهذه المنافسة وبهذه التحديات الجميلة. انطلاقة لهذه الشعارات التي تتواجد، وبالفعل هناك الحذاف لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان واحمد بن خلفان المزروع، اللي غير على المقدمة ومع الحذاف على مقدمة الشوط. المركز الثالث يصل في هذه الانطلاقة الشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان، يا سلام. المركز الرابع راهي الغلام بن موسى بن احمد البلوشي اللي يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك اللي وصل مغري لهجر الرياسة التابعة لدولة، هناك ايضا سلهود لسالم السهيل بن صالح العامري، من غير على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز الاولى. نداؤنا الاول للمتواجدين بهذه المنافسة وبهذا الانطلاق الصباحي والجميل. اذا المقدمة والصدارة، المنافسة والانطلاق مع مقدمة الشوط مع الصدارة، ومن غير شاهين هو غير على المقدمة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان، اللي غير وانطلق مباشرة الى المقدمة والى المنافسة والى هذا الابداع الجميل والمتميز. يا سلام، هناك راهي من يحتل المركز الثاني للسيد غلام بن موسى بن احمد البلوشي، يتواجد في منافستي وانطلاق هذا الشوط مع راهي الذي يحتل المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الله يا شداد، شداد لهجر العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن راشد بن غدير، الذي يتابع شداد مع المركز الرابع والمركز الثالث الرابع. يصل الفاتن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي، يلا يا المدهوشي، مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك اللي وصل شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان اليابري الزميل، الذي يتواجد ايضا مع هذه الانطلاقة ويتابع انطلاقة شاهين على المركز الخامس. هذه نتيجتنا يا الاخوة للخمس المراكز الاولى. نداؤنا الثالث للخمس الذين يشاركون بهذه المنافسة، واسامي
ما بعد حان وصولها الشعارات التي تتنافس بميدان التحدي وبهذا المهرجان، المهرجان الكبير الذي يقام تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. إذن المقدمة والصدارة والانطلاق لا زال مع شاهين الذي لا زال محتل المركز الأول وانطلاقته الموفقة بصدارة الشوط. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان الله اللي يتابع شاهين على المقدمة وعلى هذه الانطلاقة الصباحية المتميزة مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ. إذن المقدمة والصدارة لا زالت مع شاهين الذي يتربع على صدارة وانطلاق هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان المتواجد مع المقدمة راهي على المركز الثاني للسيد غلام بن موسى بن أحمد البلوشي يا سلام يتواجد أيضا بهذه المنافسة ويصل الفاتن غير الفاتن من موقع إلى موقع إلى وصل صدارة الشوط. الله يا الفاتن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسامر سالم بن عامر المدهوشي يا سلام. يلا يا المدهوشي المتابع لهذا الشعار شعار الفاتن الذي غير على المقدمة هو الصدارة مع المركز الأول لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي الذي يتابع هذه الانطلاقة يليه مباشرة يليه بالمركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وهناك المتابع اسهيل بن مبارك بن مرخان شداد يصل مع المركز الثالث. الله يا شداد لهجن العاصمة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والواثق حمد بن راشد بن غدير يا سلام يتابع انطلاقة شداد على المركز الثالث المركز الرابع يا سلام. الله 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 وصل القحيدي القحيدي مشاهدينا الاعزاء لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وسلطان بن محمد الوهيبي واحد المرشحين احد المرشحين القادمين هو القحيدي مع المركز الرابع والمركز الخامس. الله يا الحذر الحذر لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى. النداء للمتواجدين المنطلقين مع الصدارة. الله يا الفاتن الفاتن لا زال فاتن فاتن على الشوط فاتن على الشوط مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الله يا الفاتن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني في مقدمة الشوط في هذا الانطلاق المتميز والجميل وسالم بن عامر المدهوشي. هذا الشعار الشعار الغرفاوي الذي يتواجد بهذه الانطلاقة الكيلو الأخير الكيلو الأخير يا المدهوشي. الله 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 إذن الفاتن الفاتن وشداد ولكن راعي الشوط وصل راعي الشوط وصل. الله يا القحيدي القحيدي شعار منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني صاحب الرموز يصل بهذه المنافسة وبهذا الانطلاق مع المركز الثالث. الله إذن الثلاثية الثلاثية مشاهدينا الأعزاء الفاتن وهناك شداد والقحيدي مشاهدينا الأعزاء ولكن قائد المسيرة الفاتن مع المقدمة المنطلق بصدارة الشوط قائدا لهذه الشعارات الذي يتنافس مع المقدمة وبالفعل الفاتن مع المركز الأول لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوش والقحيدي. القحيدي وصل إلى المنافسة وإلى ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المركز الثاني وسالم بن عامر المدهوش يا سلام. شداد يصل أيضا شداد بهذه اللحظات لهجن العاصمة ولكن القحيدي غير على المقدمة المنافسة واللحظات الأخيرة القحيدي وشداد شداد والقحيدي. الله يا
سلام الحذر وسداد والقحيدي اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط. تهانينا وألف مبروك لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز سداد في المركز الأول، وكانت منافسة قوية بهذا الشوط. المركز الثاني القحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وجاء في المركز الثالث الحذر لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الرابع كان من نصيب الفاتن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. المركز الخامس من وصل في هذه اللحظات في خامس المراكز، لو توافونا في صاحب المركز الخامس. اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا في كل مكان، التوقيت الزمني لشداد 9:43، 23 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، الف مبروك. مركز الثاني، المركز الثاني القحيدي مع المركز الثاني قطع المسافة ب9:43، 42 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث كان من نصيب الحذر لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة 9:43، 43 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك للفائزين بهذا الشوط. تهانينا والناموس.